المرة اللي فاتت عملنا مقدمة للموضوع وقلنا إن فوريير قال إن أي periodic signal أقدر أعمل لها decomposition لـ DC component plus infinite number of sinusoids، وقلنا إن ده مفيد ليا في السيركت أناليسيس في أنهي حتة؟ في الحتة لما يكون السورس اللي عندي non-sinusoidal أو non-DC. لان احنا سو فار في الالكتريك سيركتس بنقدر نانالايز السيركتس اللي اكسايتد بدي سي سورسز او بساينوسويدال سورسز. الدي سي سورسز وخدنا جزء دي سي سيركت اناليسيس والساينوسويدال وتعرفنا على الكونسبت بتاع الفيز. طب انا دلوقتي عندي نون ساينوسويدال فولتج سورس بيكسايت سيركت، باستخدام الفورير سيريز اقدر اعمل له ديكومبوزيشن للسورسز اللي انا بقدر اشتغل بيها، الدي سي والساينوسويد. باستخدام البرنسبل اوف سوبر بوزيشن بقدر احل الدايره عند كل سورس على هيد، فالاقي ان انا بحل الدايره مره مع الدي سي، مره مع السورس الاولاني، مره مع الثاني، مع الثالث، وكلهم ساينوسويد، وفي الاخر بجمع عشان اجيب التوتال ريسبونس. ماشي، وقلنا السيريز بتاعت فوريير دي انفينيت سيريز، وبالتالي مش براكتيكال ان انا احل الدايره. قلت لا، في الحقيقه في معظم الاوكيجنز بلاقي ان الحل بتاعي بيكونفيرج بعد كام ترم من الترمات بتاعتي، فاي دونت هاف ان انا اوصل السيريز لغايه انفينيتي. طبعا لو انا بستخدم كمبيوتر اقدر استخدم الكمبيوتر ان هو يحل لي عدد كبير 100 200 300 الف مره في وقت قصير، لكن انا بعمل هاند كالكوليشنز في الغالب بلاقي بعد مرتين ثلاثه اربعه بالكثير بكونفيرج لرقم منطقي وبقف على كده. اوكي، الكونسبت بتاع الفورير سمعنا قبل كده منه عاليا في الماثيماتكس، وكان بيقول ان الاف اوف تي اللي هي البريودك فانكشن بتاعتي بتساوي اي نود بلس السميشن من ان بتساوي 1 لغايه انفينيتي اي ان كوساين ان اوميجا نود تي بلس بي ان ساين ان اوميجا نود تي. الترم الاولاني اي نود ده اللي هو الدي سي ترم اللي هو الافريج، يبقى ده الافريج فاليو بتاع الفانكشن بتاعتي، والافريج فاليو عندي اللي انا بسميها الدي سي كومبوننت. الاي ان والبي ان دول الفوريير كوفيشنتس، وفوريير قال لنا نحسبهم ازاي. اي نود بتساوي 1 اوفر تي الانتجريشن من 0 ل تي بتاع اف اوف تي دي تي. يبقى كل اللي عملته ان انا عملت انتجريشن للفانكشن على 1 كومبليت سايكل، تبدا من 0 ل تي، تبدا من ماينس تي على 2 لغايه تي على 2، تبدا من تي نود لغايه تي نود بلس تي كابيتال، وات ايفر. المهم هتعمل انتجريشن للبيريودك فانكشن بتاعتك على 1 كومبليت سايكل، والناتج تقسمه على قيمه البيريود، كده طلعت الاي نود او الدي سي كومبوننت. الاي ان 2 على تي انتجريشن برضه على 1 سايكل، بس اف اوف تي المره دي هتتضرب في كوساين ان اوميجا نود تي دي تي. بي ان حاجة شبه الـ A ان، بس الكوساين تبقى ساين. الأوميجا نود اللي بنسميها اللي هي بتساوي طبعا 2 باي اف نود، ودي هي الفاندمنتال فريكونسي، وده نفسه هو الفريكونسي بتاع اف اوف تي الاصليه. اوكي، بس انا لو بصيت كويس في الاكسبانجن الاقي ان هو عندي كوساين ان اوميجا نوت تي، ان بتاخد فاليوز من واحد لغايه انفينيتي، يعني عند واحد ان بواحد يبقى كوساين اوميجا نوت تي، يبقى ده كده الفاندمنتال كومبوننت. لكن عند ان باتنين بقى عندي 2 اوميجا نوت تي، اه ده كده الفريكونسي بقى دبل. طب ال 3 يبقى 3 اوميجا نوت تي، بقى 2 اوميجا نوت تي
ده بيساوي ضعف الفاندامنتال فريكوانسي، وفي الالكتريك سيركت تيرمز بنسميه السكند هارمونيك. ليه سكند؟ لان عند ان بتساوي 2. ليه هارمونيك؟ لان هو انتجر مالتيبل من الفاندامنتال فهو هارمونيك معاه. يبقى اذا 3 اوميجا نوت تي نسميها الثيرد هارمونيك، والاربعه اوميجا نوت تي الفورث هارمونيك، وهكذا. يبقى اما نقول الدي سي كومبوننت يبقى اقصد الاي نوت الافريج فاليو، اما اقول عايز الفاندامنتال كومبوننت يعني عند ان بتساوي 1 يبقى الفاندامنتال ان بتساوي 1، سكند هارمونيك عند ان بتساوي 2، وده الفريكوانسي بتاعها ضعف الفريكوانسي بتاع الفاندامنتال. يعني انا لو عندي الفاندامنتال فور اكزامبل الفريكوانسي بتاعها 50 هرتز، يبقى اذا السكند هارمونيك 100، الثيرد هارمونيك 150، وهكذا. يبقى انا دلوقتي لو بصيت هنا كويس هلاقي ان انا بجمع صحيح ساينوسايدز بس مش من نفس الفريكوانسي. اوكي؟ وبالتالي لو السيركت بتاعتي فيها اندكتنس يبقى الرياكتنس اوميجا ال ولا ان اوميجا نود ال؟ ان اوميجا نود ال على حسب طبعا الفريكوانسي بتاع السورس. فلو انا هرسم او هحسب الفاندمنتال كومبوننت بتاع الكرنت مثلا، يبقى هقسم الفولتج الفاندمنتال على ان اوميجا نود ال وير ان بتساوي 1. طب لو انا عايز احسب بقى السكند هارمونيك كارنت يبقى عند ان ب2، فهلاقي ان انا الفولتج بقى الفريكونسي بتاعه 2 اوميجا نود تي، والرياكتنس بتاعتي نفس السيناريو بقت 2 اوميجا نود ال. اوكي؟ طب 2 اوميجا نود ال دي كده بتكبر ولا بتصغر الرياكتنس؟ بتكبر. ومن هي لتحت، فانا اتوقع ان مع الهارمونيك اوردرز العاليه يحصل ايه للكرنت؟ يقل. كويس ماشي. يبقى ده كده اول حاجه الريبريزنتيشن الاساسي بتاع الفوريير سيريز، دي سي كومبوننت بلس انفينيت نمبر اوف ساينوسويدز. اي ان ده انتجرال بحسبه علشان اطلع قيمه الاي ان، وطبعا بما ان هو ليميتد انتجرال وبالتالي يطلع في الاخر كونستانت مش تايم فانكشن. نفس الكلام بالنسبه للبي ان. يعني الاي ان ده هو الامبليتيود بتاع كوساين ويف، والبي ان ده هو الامبليتيود بتاع ساين ويف. علشان كده في شكل تاني ريبريزنتيشن تاني للفوريير سيريز بنسميه الامبليتيود فيز 4. f of t تساوي a نوت هي من n بتساوي 1 لغايه infinity summation. المره دي هنقول a n في كوساين n اوميجا نوت t بلس فاي n. دمجت الاثنين ساين وكوساين، جمعتهم بمعنى ادق علشان اطلع الامبليتيود فيز 4. A نوت زي ما هي، ولكن AN بقى بتتحسب ازاي؟ هي في الحقيقة بتتحسب بدلالة AN و BN. يبقى دي كده هي الامبليتيود بتاع الكوساين ويف، واللي هي ليها اصلا بتتحسب من الفوريير كوفيشنس اللي حسبناها قبل كده. والفاي هي الفيز انجل ناقص tan انفرس BN على AN. حقك تستخدم ده وتستخدم ده، بس اكشوالي انت عشان تستخدم الامبليتيود فيس فورم لازم تكون اصلا جبت الفورم الاولاني، يعني دي خطوه زياده، فمش هتعملها الا اذا فعلا انت كنت عايز تعملها او مطلوب منك تعملها. اوكي؟ طب احنا ليه بنعملها؟ لان احنا محتاجينها في بعض الدريفيشنز زي ما هنشوف بعد كده. طيب خلينا ناخد اكزامبل. لو انا اديتك تايم فانكشن f of t شكلها عامل كده سكوير ويف، الامبليتيود بتاعها 1، تفضل 1 لغايه 1 سكند،
وبعدين بقيت السايكل لغايه 2 تبقى في صفر. يبقى كده اف اوف تي بتاعتي دي فانكشن يا اما 1 يا اما 0. امتى 1؟ من 0 ل 1، وامتى 0؟ من 1 ل 2. نون ساينوسويد، يبقى اقدر اعمل لها ريبريزنتيشن بالفوريير سيريز. كويس، الشكل ده اول ما اشوفه كده الدي سي كومبوننت ليها فاليو؟ علشان يبقى الدي سي كومبوننت بزيرو يبقى لازم تكون في بوزيتيف هاف سايكل ونيجاتيف هاف سايكل يطيروا بعض. خلينا نعمل الانتجريشن ونتفرج. اي نوت الافريج 1 على تي، الانتجريشن من 0 لتي اف اوف تي دي تي. البيريود بتاعتي هنا زي ما هو واضح 2، يبقى 1 على 2 الانتجريشن. خد بالك بقى، هل اقول من 0 ل 2؟ لا، المفروض اقول من 0 ل 1 ده انتجرال، بلس من 1 ل 2 ده انتجرال تاني. يبقى اول انتجرال عندي هو من 0 لغايه 1، قيمه الفانكشن بكام؟ ب1، والكلام ده يتضرب في كوساين ان اوميجا نوت تي دي تي. ما فيش ده هنا، كلام منطقي صح. صباح الخير. طب الجزء الثاني اللي هو من 1 ل 2 بصفر، خلاص يبقى الانتجريشن ده هيطلع بصفر، وبالتالي ده كده هي تي، وهعوض 1 ناقص 0 يعني 1، يعني الكلام ده يطلع بنص. يبقى طلع هنا الافرج فاليو او الدي سي كومبوننت في السيجنال دي بنص، والشكل طبعا باين ان الافرج فاليو بتاعتها هي الفاليو اللي هتعبر عنها في النص، يعني بما ان دي قد دي يبقى هتبقى نص بالظبط. كويس، نروح نحسب الـ AN والـ BN. AN 2 على T الانتجريشن من 0 لـ T F of T كوساين N أوميجا نوت T دي T. هي الأوميجا نوت دي بكام؟ الأوميجا نوت 2 باي F أو 2 باي على T، يعني 2 باي على 2 يعني باي. يبقى أوميجا نوت في المسألة هنا طلعت باي. يبقى الـ AN بتاعتي 2 على 2، ونفس السيناريو الفانكشن بتاعتي موجودة بس من 0 ل 1، يبقى هعمل انتجريشن من 0 ل 1 ل 1 في كوساين ان اوميجا نود اللي هي باي تي دي تي. يعني هنا ده ب1 ونكمل الكوساين يعني ساين، ونعوض بالانتجريشن ليميتس. تبقى هنا الانتجريشن بتاعي هيبقى ساين ان باي تي، وطبعا هديفايد على مين؟ على ان باي، انتجريشن من 0 ل 1، يبقى 1 على ان باي ساين ان باي ناقص ساين 0. ساين 0 ب0 وساين ان باي برضه ب0، يبقى اذا الاي ان في حالتي هنا. نروح نحسب البي ان. اتنين على تي انتجريشن من 0 لتي اف اوف تي في ساين ان اوميجا نوت تي دي تي، يعني 2 على 2 انتجريشن من 0 ل 1، 1 ساين ان باي تي دي تي. يبقى بنفس الفيلم دي تبقى ماينس كوساين n باي تي ديفايد n باي من 0 ل 1، يبقى 1 على n باي كوساين 0 الاول ناقص كوساين n باي. كوساين 0 دي ب1، لكن كوساين n باي لا ليها احوال. يبقى كوساين 0 انا عارف انها ب1، لكن كوساين ان باي تساوي دي ممكن تطلع ب1 وتطلع بناقص 1. امتى بتطلع ب1؟ لما ال n تبقى even، وامتى ناقص 1؟ لما ال n تبقى odd. طبعا دي ب1، لو دي هي كمان ب1 يبقى اذا الانتجريشن الناتج ده هيطلع بصفر.
يبقى إذا عند n even دي بواحد، يبقى إذا الراجل ده بصفر. for n even، يبقى لو n even ساعتها bn بيطلع صفر. ليه؟ لأن هحط مكان كوساين n باي بلس 1، اقترح من ال 1 يدي صفر. لكن لو ال n odd هيبقى لها value. لما تكون n odd يبقى ده كده نيجاتيف 1، يعني هنا 1 ماي بلس 1 2، يبقى 2 على n باي. يبقى كده اذا ال bn تطلع 2 اوفر n باي، والكلام ده عند n ايه؟ odd. يبقى انا كده وصلت لل an، أو في الاول وصلت لل a نود واللي طلعت معايا بنص، بعدها وصلت لل an واللي طلعت بصفر، واخيرا جبت bn واللي طلعت الفاليو دي بس عند n بايه؟ بodd values فقط. يبقى انا دلوقتي اقدر اقول ان function الفورير representation اللي هو a نود هشيلها واحط صفر نقص بلس السميشن من n بتساوي 1 لغايه انفينيتي. الحقيقه لا، هي 1 3 5 للاود فاليوز بس هي الموجوده، والايفن راحت كلها. الاي ان بصفر، يبقى خلاص الترم بتاع الاي ان راح. يتفضل لي البي ان واللي طلع معايا 2 اوفر ان باي في ساين ان اوميجا نود تي. يبقى ده كده الفانكشن اللي فوق، السكوير ويف اللي فوق دي بس بدلاله دي سي كومبوننت وايه سام اوف ساينوسويدز. يعني انا اقدر اقول ان الاف اوف تي بتساوي نص، تعال نعوض عن ان بواحد، يبقى بلس 2 اوفر باي في ساين اوميجا نوت تي. تعال نعوض عن ان باتنين، يبقى بلس 2 مش موجوده طبعا، هنعوض بثلاثه، يبقى 2 على 3 باي ساين 3 اوميجا نوت تي بلس 2 على 5 باي ساين 5 اوميجا. طبعا اوميجا نوت احنا عارفينها اوريدي باي، يبقى خلاص هشيل الاوميجا نوت دي واكتب باي. يبقى هنا باي باي باي. أول ما بصيت على الفورير سيريز، يعني أنت بتجمع شوية ساينوسويدز فعلا هتدي في الآخر شكل لسكوير ويف؟ أه في الحقيقة بتعمل كده. وعلشان أريح نفسي قمت رايح بالماتلاب وعملت الإم فايل ده. بص كده إيه اللي أنا عامله هنا؟ أنا خدت نفس الإكزامبل اللي إحنا لسه عاملينه. قلنا الـ f of t بتساوي نص زائد واحد على 2 على باي ساين بلا 3. أهو فده اللي عملته. في الأول عملت فاريبل سميته A نود واديت له الفاليو نص، دي سي كومبوننت يعني. أوكي؟ وقلت له إن البيريود بتاعتي 2. أنا بنقل المسألة دلوقتي بأرقام. تمام؟ وقلت له أنا هعمل تايم فيكتور عشان أحسب عليه الساين من 0 لغايه 3 تي، يعني عشان بس لما اجي ارسم تطلع 3 سايكلز شايفهم بعينيا قدامي. واللي في النص ده بقول له، طبعا هو الراجل ده مش بيشتغل كونتينوس فلازم اديله نقط يحسب عليها. قلت له يا سيدي املى الفيكتور ده بستيب تي على 1000. يعني مثلا هي تي ب 2، يعني 2 على 1000، 2 من 1000 يبقى 0، 2 من 1000، 4 من 1000، 6 من 1000، لغايه ما يوصل ل 3 تي اللي هي في حالتي تبقى 6. يبقى انا لو شفت تي ده هلاقيه فيكتور شويه ارقام مكتوبه بس عشان اعوض بيها في الساين وتترسم. اوكي؟ وهنا عملت انيشاليزيشن للفانكشن، بعمل له فيكتور فاضي مليان زيروز وجمعت عليه الدي سي كومبوننت. فيها يا شباب؟ وبعدين عملت فور لوب. وفي الفور لوب دي عمال اجمع الترمات اللي انا لسه حاططها حالا على السبوره في الاكزامبل. فبقول له ان اف بتساوي اف القديمه اللي هي طبعا في البدايه هتبقى الدي سي كومبوننت بس. صح؟ انا مش عاملها انيشاليز للاف بالدي سي كومبوننت. واجمع عليها 2 على ان باي في ساين ان باي تي اللي هو
السميشن اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي، ولف لي 10 مرات. بس طبعا عملت هنا ستيب 2. ليه عملت ستيب 2؟ لان الاود بس هو الموجود، الايفن مش موجود. يعني مش 1 3 5 7 لغايه 10. اوكي، ويفضل يعوض ويجمع. يبقى اللي بيحصل في الفور لوب دي ان انا كل اللي بعمله ان انا بعوض كل مره عن ان برقم واحسب الساين واجمع، كاني بحسب ترم واجمع، الترم الثاني واجمع، الترم الثالث واجمع، لغايه في حالتي هنا انا عامل 10 ترمات. وبعد كده بقول لك بلوت التي والاف عشان نشوف شكل الفانكشن هيطلع شكلها عامل ازاي. تعال نبدا برقم صغير وليكن مثلا 5، ونعمل له رن ونشوف البلوت هيطلع عامل ازاي. 5 ترمات، يعني كده هياخد 1 و3 و5. طلع حاجة؟ طلع عندي، معلش على الشاشة دي اهي. هي مش سكوير قوي بس قريبة. يعني أنا كنت متوقع أشوف ساين ويف بصراحة أول ما بدأت. لا دي شكلها مش ساين، هي قريبة للسكوير أكتر من الساينز. صحيح شكل هنا فيه شوية ساينز أهي، وهنا ساين تاني. لا بس أوكي، هي صفر وواحد والفريكونسي 2. لا خلاص ده هي بتاعتي. طب تعالى نزود شوية ترمات بقى. احنا بنقول كل ما هزود كل ما هقرب وازود الاكيوريسي. خلاص خليها يا سيد 10، نقول له رن كمان مره ونتفرج. يعني اتحسنت. تعالى كده نخلي دي هنا ونخلي ده جنبي ونقفل الورك سبيس دي عشان نبقى شايفين. باين لكم الفايل كده ولا الدنيا ضايعه؟ اوكي طب خليها 100 بقى، احنا ما بنحسبش بايدينا. ورن. لا عماله تقرب خالص. هي صحيح مش نفس الفانكشن لان هنا في شويه حاجات غريبه كده، بس اتس اوكي. يلا خليها 1000 بقى. اوكي لا خلاص بقت سكوير جدا. لا يبقى شكل الراجل فورير ده ما كانش بيشتغل. لا الدنيا ماشيه. و1000 ترم طبعا الكمبيوتر خد فيهم نو تايم زي ما احنا شايفين. مش بنتكلم حتى على هاي سبيد كمبيوتر يعني. اوكي يبقى اذا لا بتكونفرج بعد وقت مش كبير. 1000 ترم ما وصلتش لانفينيتي ولا حاجه. لكن لو انا بحسب بايديا مثلا واكتفيت بثلاثة او خمسة، طبعا هي كده لغاية خمسة يبقى هم ثلاثة بس. فالشكل ما كانش سيء للغاية يعني. منطق قريب من اللي انا عايزه. يبقى الهاند كالكوليشن ممكن تمشي، ولكن لو انا عايز اكيوريت ريزلتس لا يبقى شكل كده محتاج اعلي الاوردر شويتين ثلاثه. ماشي الكلام؟ اوكي ارتحت كده للي بيحصل. حاسس ان الكلام مظبوط ما فيهوش مشكله. طبعا لما بقعد افلسف الموضوع شويه، هي ازاي عمل الشارب ايدج دي كده بساين ويف؟ ساين ويف بفيري هاي فريكونسي. ما هو يكون الفريكونسي عالي قوي الساين ويف تبقى نازله بسرعه جدا. اوكي عشان كده كل ما هتعلي كل ما الايه ما السلوب ده يتحسن ويتقرب من الايه من الخط الفيرتيكال. اوكي وطبعا اللي فوق دول هيجوا بلو فريكونسي ساينوسويدز، يبقى الكونتريبيوشن بتاع اللو فريكونسيز هيكون هنا، الكونتريبيوشن بتاع الهاي فريكونسيز هيكون هنا. طبعا انت ممكن تقعد تلعب بقى، طب انا هاخد شويه مش همشيها يونيفورم واشوف التاثير عامل ازاي. ميبي تقعد تلعب الالعاب دي. ماشي كده انا اوكي اكمل في الفورير سيريز وانا ليا نفس للموضوع. طيب نكمل في الماثيماتكس بتاعت الراجل ده شويه كمان. الايفكت of symmetry. يعني الانتجريشنز مش من الحاجات اللي كل الناس بتحب تعمل، علشان كده لو انا عندي طريقه اقلل بيها الخطوات بتاع الانتجريشنز او الغي كام انتجريشن يبقى اوكي. علشان كده لقينا السيمتري احيانا بتسهل عليا. نمره واحد لو الفانكشن بتاعتي ايفن فانكشن سيمتري. طبعا انت فاكر ان الايفن فانكشن هي الفانكشن اللي هي ميرورد اراوند الواي اكسس، اللي هي مثلا بابسط شكل ليها
ممكن تكون عاملة كده مثلا، من ناقص تي على 2 لغاية تي على 2، اللي هي نصين ميرورد اراوند الايه؟ الواي. والشكل ده طبعا بيقول لي ان الاريا دي قد الاريا دي، والانتجريشن هو الاريا تحت الكيرف. يبقى اول حاجه ممكن استفيدها، بما ان الاثنين قد بعض يبقى انا ممكن انتجريت عن نص واضرب في 2. اوكي، يبقى تعال نشوف. انا فاكر ان الاي نود هي 1 على تي، الانتجريشن هنا هتبقى من ناقص تي على 2 تي على 2 بتاع اف اوف تي دي تي. من السيمتري اللي قدامي يبقى اقدر اقول انها 2 على تي من 0 لتي على 2 بتاع اف اوف تي دي تي. ما سهلتش قوي يعني. احيانا بتبقى بتسهل، يعني انا لو عندي فانكشن مثلا فيها بلس 1 وماينس 1 خلاص ما اعملش انتجريشن مرتين، هي واحده واضرب في 2. حلو، مش وحشه قوي، وبرضه لسه في انتجريشن. طب تعال نشوف بقى الاي ان والبي ان هيفرقوا في حاجه. الاي ان انا فاكر كانت 2 على تي من ناقص تي على 2 دي تي على 2 اف اوف تي كوساين ان اوميجا نوت تي دي تي. الكوساين فانكشن دي ايفن ولا اود؟ ايفن. والفانكشن بتاعتي انا بقول دلوقتي انها فيها ايفن فانكشن سيمتري، يبقى البرودكت ده ماله؟ ايفن. يبقى برضو انا بعمل انتجريشن لايفن فانكشن، يبقى نفس السيناريو ممكن ابسط واقول ان انا هكامل على النص، تبقى 4 على تي من 0 لتي على 2 اف اوف تي كوساين ان اوميجا نوت تي دي تي. ماشي، ممكن تسهل وممكن ما تكونش فارقه في حاجه. نكمل نشوف البي ان بقى ايه ظروفها معانا. البي ان كانت 2 على تي انتجريشن من ناقص تي على 2 لتي على 2 بتاع اف اوف تي ساين ان اوميجا نوت تي دي تي. الساين اود، والفانكشن بتاعتي انا بقول انها ايفن، البرودكت بتاع دول يطلع ايه؟ اود. اه تعالى بقى نشوف الاود. لو انا هانتجريت الاود، الاود اللي هي شكلها سيمتريكال اراوند الايه؟ الاوريجن، صح؟ يعني الاريا دي كده قد الاريا دي بس بعكس اشارتها، فبالتالي لو انا هانتجريت على 1 سايكل يبقى المفروض الراجل ده يطلع كام؟ يبقى كويس. يبقى انا اول ما هشوف ايفن فانكشن طار مني البي ان، اتفضل لي الاي افريج او الاي نود والاي ان. كويس. طب لو الفانكشن بتاعتي فيها اوت فانكشن سيمتري بقى، يبقى نمره 2 اوت فانكشن سيمتري. اوت فانكشن اهي لسه رسمينها فوق، وده لو انا دققت شويه يبقى اذا 1 على تي من ناقص تي على 2 دي تي على 2 اف اوف تي اكيد هيطلع بصفر، لان انا هانتجريت هجيب الاريا دي كلها على 1 سايكل عشان اجيب الاي نود دي قد دي عكس اشاره طيروا بعض. حلو، يبقى ادي ترم طار. طب تعالى نشوف الاي ان. الاي ان 2 على تي الانتجريشن من ناقص تي على 2 لتي على 2 اف اوف تي كوساين ان اوميجا نوت تي دي تي. احنا لسه قايلين ان دي ايفن، ودي لسه قايل انها اود فانكشن، يبقى البرودكت بتاعي اود، والحمد لله طيرت لي كمان الاي ان، لان انا دلوقتي هعمل انتجريشن على 1 كومبليت سايكل لبيريودك فانكشن اود، فبالتالي النيجاتيف بوزيتيف طيروا بعض راحت الاي ان. يبقى كده شكل بقى مش هيفضل لي غير البي ان. البي ان 2 على تي من ناقص تي على 2 تي على 2 اف اوف تي ساين ان اوميجا نوت تي دي تي. دي اود ودي اود، يبقى البرودكت بتاعهم ايفن، اه يبقى دي احنا هنا هتفضل مش هتطلع بصفر، وكل اللي اقدر اوسطه ان انا اخد على نص السايكل واضرب في 2، يبقى 4 على تي الانتجريشن من 0 لتي على 2 اف اوف تي في ساين ان اوميجا نوت تي دي تي. اوكي، يبقى اذا الاود فانكشن سيمتري اظرف لانها بتطير لي ترمين اي ان
واي نوت ويفضل بس البي ان. طبعا هي الاكزامبل اللي احنا عملناه من شويه وحتى رسمناه على الماتلاب هو بيأكد ده، ان احنا الفانكشن اللي عاملينها دي كانت من شويه كانت اوت، وبالتالي طارت مني. لا ما كانتش اوت قوي. تمام، ما كانش اي حاجه. اوكي خلينا ناخد اكزامبل تاني بس الاكزامبل ده المره دي يعني derived من الكورس بتاع باور الكترونكس. نعم تايم بالنيجاتيف. يعني ايه تايم بالنيجاتيف ويعني ايه تايم بزيرو اصلا؟ انت لو قلت لي يعني ايه تايم بزيرو هتفهم يعني ايه تايم بنيجاتيف. لا بالظبط، لحظه ما بشتغل. طب هو ده انا كده اشتغلت في اول الخليقه؟ لا، يعني انا اشتغلت النهارده الساعه 10، يبقى اذا الساعه 9 بالنسبه لي دي نيجاتيف 1، الساعه 11 دي بلس 1. الفانكشن اللي فوق لا ما كانتش ايه اللي احنا رسمناها فوق خالص دي توصل صح؟ دي تقصدها صح؟ هي دي لو هرسمها هتبقى كده كده، ده مش سيمتريكال اراوند الواي. ما هو ده كده النص ده مفيش حاجه شبهه هنا، فهي مش ايه ولا قد. طبعا لو تفتكروا المره اللي فاتت كنا رسمنا دايره الهاف ويف ريكتفاير، وقلت لك ان الاوتبوت فولتج اللي طالع منها ده نون ساينوسويدال بس بيريودك. طب عايز احل فبستخدم الفوريير سيريز. فهي تعالى نكستند المره دي ونصعبها على نفسنا شويه كمان وناخد دايره الفول ويف ريكتفاير. أكيد شفت الدايرة بتاعت البريدج اللي موجودة فيها أربعة دايتس. اي سي سورس هنا، ساينوسويدال سورس، واللود الناحية دي. أنت كنت بترسمها على شكل الدايموند، أوكي هي هي أنا فردتها على الترس. ماشي؟ ده ساينوسويدال سورس تعالى نسميه في اس، وده لود وات ايفر بقى كان ايه، ار ار ال ار ال سي يطلع زي ما يطلع، والفولتج اللي عليها هسميه اي اوت. الاناليسيس بتاعنا مش هطول فيه يعني، بس انا عايز بسرعه كده نفهم ان اللي هيحصل ان في البوزيتيف اولا في اس ده ساين ويف صح؟ يعني في ماكسيمم ساين اوميجا تي. أنا هسمي أوميجا دي ثيتا، حد يزعل؟ ماشي؟ لأن دايماً أوميجا تي دي بتيجي كومبو كده مع بعضها يعني، أوميجا في تي لازقة دايماً. أوكي، يبقى دي ساين ويف فيها بوزيتيف هاف سايكل ونيجاتيف هاف سايكل. في البوزيتيف هاف سايكل الدايود ده وده مثلاً هسمي ده واحد وده اثنين، دايود واحد واثنين يشتغلوا فيطلع في أوت يساوي في أس. في النيجاتيف هاف سايكل 3 و4 يشتغلوا فيطلع الاوتبوت بيساوي نيجاتيف في اس. علشان كده شكل الفي اوت مع التايم يطلع عامل كده. خلينا بقى نقول في اوت اوف ثيتا، والاكس ده يبقى اسمه ثيتا، وتبقى تي 0 ودي باي ودي 2 باي وهكذا، والامبليتيود بتاعي في ماكس. يبقى ده شكل الفي اوت مع التايم. طبعا الفانكشن دي مالها؟ دي دي كده فعلا سيمتريكال اراوند الواي اكسس، يبقى دي كده ايفن فانكشن. ايفن استفدت منها بايه؟ ان البي ان بصفر. طب الحمد لله طيرنا واحد.
يتفضل لي الاي نود والاي ان. تعال نروح نحسبهم واحده واحده كده. اي نود الافريج يبقى 1 على تي، خد بالك البيريود بتاعتي هنا دي بتتكرر مره كل باي، يبقى البيريود بتاعتي 1 اوفر باي. البيريود باي يبقى هنا 1 اوفر تي تبقى 1 اوفر باي، وهانتجريت من 0 لباي. من 0 لباي الفانكشن بتاعتي اسمها ايه؟ احنا قلنا من 0 لباي لما الراجل ده كان في البوزيتيف هاف سايكل بتاعته، 1 و2 شغالين وفي اوت يساوي في اس، يبقى اذا ده يساوي في ماكسيمم ساين ثيتا. يبقى انا هنا هانتجريت في ماكسيمم ساين ثيتا دي ثيتا. يطلع بصفر؟ لا انا مش بكمل على 1 كومبليت سايكل من الساين، دي نصها بس. ده يبقى مش هيطلع بصفر، وهو واضح ان مفيش حتى نيجاتيف حاجه تطير حاجه معايا. اوكي؟ يبقى ده كونستانت هنطلعه ونكمل الساين يبقى ماينس كوساين، يبقى في ماكسيموم على باي يبقى كوساين 0 ناقص كوساين باي. كوساين باي اللي هي نيجاتيف 1، يبقى الراجل ده كده بتطلع معايا 2 في ماكسيموم على باي. يبقى دي الافريج فاليو بتاعت في اوف تي او الدي سي كومبوننت اللي فيه. وفي الحقيقه هو ده اصلا الغرض من الريكتفاير بريدج، انها تطلع لي دي سي كومبوننت في الاوت. هو في اس كان ساين ويف، الدي سي كومبوننت في الساين ويف بكام؟ بزيرو، دي بيور اي سي ما فيهاش دي سي خالص. طب انا عايز احط فيها دي سي، دخل ده على ريكتفاير يطلع لك فيها دي سي كومبوننت في الاوت دلوقتي. والريكتفاير اصلا ايه وظيفته؟ اي سي تو دي سي كونفرتر، صح؟ يبقى انا كده طلعت دي سي، بس ده مش دي سي اللي انا عارفه. دي سي اللي انا عارفه اللي هو الخط الجميل ده، في الحقيقه هو ده مش بيور دي سي، هو ده ميكس دي سي قيمته 2 في ماكسيمم على باي بلس اي سي. طب هو فين الاي سي؟ الفوريير الفوريير سيريز. يبقى كده الكلام داز ميك سنس، بدانا نلم شويه. يبقى انا دلوقتي الاي سي تو دي سي كونفرتر حول لي السيجنال بتاعتي لحاجه بيريودك ليها دي سي كومبوننت نون زيرو، بس ستيل فيها هارمونكس، فيها ساينوسويدز. الساينوسويدز نسميها ايه؟ هارمونكس. خلاص. طب تعالى نشوف بقى الاماونت اوف اي سي اللي في الموضوع ده. كويس، يبقى نروح نحسب الاي ان عشان نعرف الايه الامبليتيود بتاع الساينوسويدز اللي عندي. يبقى اي ان الكلام ده كان 2 على باي الانتجريشن من زيرو باي اف اوف تي اللي هي في ماكسيمم ساين ثيتا مضروب في ساين، لا كوساين الاولانيه احنا في الايه البي بارت، كوساين ان ثيتا دي ثيتا. شلت كل اوميجا نود تي وحطيت ثيتا حق. طيب يبقى انا دلوقتي عندي البي ماكسيمم هطلعها بره، الانتجريشن من زيرو لباي ساين مضروبه في كوساين افكها تبقى نص ساين المجموع اللي هي ثيتا بلس ان ثيتا بلس ساين الفرق ساين ثيتا ماينس ان ثيتا دي ثيتا. يبقى ساين في كوساين فكتها للفكه دي، دي تروح مع دي وناخد، يبقى عندي نخش صفحه جديده. خليك معايا بقى عشان ما نعكش. يبقى ستيل انا بقول ان الاي ان تساوي في ماكسيمم على باي الانتجريشن من 0 لباي ساين، انا هاخد الثيتا كومن فاكتور يبقى 1 بلس ان ثيتا ساين 1 ماينس ان ثيتا دي ثيتا. انا بعمل انتجريشن بالنسبه لثيتا، يبقى اما هعمل انتجريشن تبقى هنا الانتجريشن بتاع الساين يبقى ماينس كوساين، يبقى ماينس كوساين 1 بلس ان ثيتا اوفر ايه؟ 1 بلس ان ماينس نفس الفيلم برضو 1 ماينس ان ثيتا ديفايد 1 ماينس ان، ونعوض من 0 لباي. تعالى نعوض،
في ماكسيمم على باي، نعوض بالباي، يبقى ناقص كوساين ان 1 بلس ان باي ناقص كوساين 0، وهنا في ناقص يبقى زائد كوساين 0، وهنا نفس الفيلم بالظبط بس 1 ماينس ان. كوساين 0 بواحد ماشي، وكوساين 1 زائد ان واحدة واحدة كده. أولا كوساين 0 بواحد دي سهل، كوساين 1 بلس ان في باي دي اللي هي كوساين باي بلس ان باي، باي زائد الزاوية يبقى ماينس كوساين ان باي. نفس الكلام بالنسبة لواحد ناقص ان، يبقى برضو باي ناقص ان باي، يبقى المفروض اقول ناقص كوساين ناقص ان باي اللي هي ان باي برضو لان الكوساين دي ايفن. كويس، يبقى نرجع فوق تاني، يبقى في ماكسيمم على باي، وهشيل الماينس كوساين ان 1 بلس ان باي واحط مكانها ماينس كوساين ان باي، وفي ماينس يبقى بلس، يبقى بلس كوساين ان باي بلس 1 كوساين ان باي بلس 1 على 1 ناقص ان. بالك الانجل اهي الواحد دي بره الايه؟ بره الانجل بتاعتي. طيب ناخد اللي فوق ده كومن ونطلعه بره. يبقى في ماكسيمم في كوساين ان باي بلس 1، واتفضل لي جوه 1 على 1 بلس ان. ممكن اسيبها على كده وممكن اجمع اللي جوه ده، يبقى عندي في ماكسيمم مضروبه في كوساين ان باي بلس 1، اللي جوه ده يبقى 1 ناقص ان سكويرد، 1 ناقص ان، 1 زائد ان، ان راحت مع ان، يبقى فاضل 1 بقى 2 فوق واحد ناقص ان سكوير تحت، يبقى الكلام كده خلص بقى شكله ابسط. يبقى 2 في في ماكسيمم مضروبه في كوساين ان باي بلس 1 على باي في 1 ناقص ان سكوير. نرجع للكوساين ان باي، نفس الفيلم القديم تاني، كوساين ان باي خليها بالاحمر عشان تبقى واضح، هذه جمله اعتراضيه. بتساوي 1 لو ان ايفن، بتساوي ناقص 1 لو ان اود. يبقى اذا عند الان اود لما دي تبقى نيجاتيف 1 يطلع الاي ان هو كمان بصفر. كويس، يبقى بسطت لي كمان شويه. ويفاضل بس الاي ان عند ان ايفن. يبقى الـ AN هتطلع بتساوي 4 في ماكسيمم الاثنين، دي طبعا حطيتها بواحد ودي بواحد فبقى كده عندي 4 على باي في 1 ناقص ان سكوير، والكلام ده عند ان ايه؟ even، وطبعا بتساوي 0 otherwise. يعني كده الفولتج بتاعي اللي ظاهر على اللود بقى شكله عامل كده، يبقى V of T أو V of theta تساوي A node اللي احنا حسبناها وطلعت 2 V maximum على باي بلس السميشن N even بتاع ال AN
أربعة في ماكسيمم على باي في واحد ناقص إن سكوير مضروب في كوساين إن أوميجا نوت تي أو إن ثيتا، والبي إن راحت. يبقى ده كده شكل إيه؟ ده كده شكل الـ output voltage waveform. ليه يعني انت اهتميت بدي؟ لان ان شاء الله السنه الجايه هتخبط فيها اول ما تخش في كورس الباور الكترونكس. اوكي؟ بس هو ساعتها مش هيمشي معاك كل الخطوات دي. هتلاقيه في الاخر قام مديك الفورم دي. اوكي؟ خلاص، لا انا عارف هي جت منين. شكرا. تقعد مع نفسك تاني تفتكرها، وعملنا الديريفيشن واحده واحده وان شاء الله يكون مظبوط. اوكي. قدامنا حتة واحدة كمان علشان نبقى قفلنا الموضوع. الـ RMS والـ Average Power. ماشي، يبقى so far اللي عملناه إن إحنا عمالين نعمل ماثيماتكس. بديك ويف فورم وهتعمل لها أناليسيز الفورير بتاعها. بس برضو معايا الانسايت ايه اللي طالع ده؟ دي سي كومبوننت، هارمونكس، الكلام ده مهم. طيب لو انا عندي نون بيريوديك ويف فورم وعايز اجيب الار ام اس بتاعها اس بيريوديك، نون ساينوسويدال بيريوديك ويف فورم وعايز اجيب الار ام اس بتاعها، عاد اطبق الديفينيشن بتاع الار ام اس. طب لو انا عندي الويف فورم دي اوريدي عملت لها فورير اناليسيس، من الفورير اناليسيس اعرف اجيب الار ام اس؟ في الحقيقه ايوه. لو انا قلت لك ان الاف اوف تي عملت لها فورير اناليسيس خلاص وطلعت بالشكل ده، الامبليتيود فيس فورم اللي احنا عملناه، ماشي شغال. الار ام اس لو انت فاكر كان بيساوي 1 على تي الانتجريشن من 0 تي اف سكوير اوف تي دي تي. يبقى انا هسكوير الفانكشن دي واعمل انتجريشن على 1 كومبليت سايكل اقسم ماشي. طب تعالى كده واحده واحده بقى نمشي. دلوقتي انت عايز تاخد الكلام ده تعمل له سكوير. يبقى الكلام ده هيساوي 1 على تي انتجريشن من 0 تي بتاع اي نود بلس السميشن تعال نفك السكوير دول تو تيرمز، ربع الاول ربع الثاني، الاول في الثاني في اثنين. كويس، اما ربع الاولاني يطلع اي نود سكوير، الاول في الثاني في 2 يبقى 2 اي نود في السميشن ده. اما نيجي الربع الثاني يبقى السميشن ده هو كمان سكوير، يبقى دي سكوير في كوساين سكوير ان اوميجا نود تي. ماشي، كل ده دي تي. الدي تي على كل الناس دي مع بعض. ماشي، ربع الاول اهو ربع الثاني. طب تعالى بقى نعمل الانتجريشن. دلوقتي لو انا بصيت على الترم اللي في النص ده، انت كده هتعمل انتجريشن للكوساين فانكشن اوفر 1 بيريود، يطلع الانتجريشن بكام؟ اما ناخد ساين كوساين ويف وانتجريت على 1 كومبليت سايكل صفر، يبقى اذا الانتجريشن ده بزيرو. حلو، ادي ترم طار. يتفضل لي الاي نود ودي السهله. نبص بقى على المكلكعه الثانيه. في الحقيقه مش مكلكعه، لان الكوساين سكوير لما اعمل لها انتجريشن على 1 كومبليت سايكل بيطلع الانتجريشن تي على 2. ايه؟ لان انا بكامل بالنسبه للتي. يبقى اذا دي كده الانتجريشن بتاعها لوحده تي على 2 مضروبه طبعا في الاي ان سكوير. تمام، يبقى كويس الكلام كده بقى بسيط.
مش مكلكع ولا حاجه. يبقى اذا اف ار ام اس، خلينا نطلع كده نشوفها قدامنا. اما كامل a نود سكوير which is constant تطلع a نود في t، اعوض من 0 ل t تطلع t كابيتال، يبقى الكلام ده a نود سكوير في t. لما كامل طبعا ال a n دي طبعا constant اقوم رميها بره الانتجريشن بتاعي وانتجريت دي فتطلع t على 2، يبقى الكلام ده يبقى السميشن بتاع a n سكوير في t على 2. الكلام ده طبعا من n بتساوي 1 لغايه انفينيتي. t على 2 كونستنت من حق اطلعه بره اخده كومن فاكتور يعني، وبعد كده لما اقسم ده يروح مع ده يروح مع ده. طب يبقى ايه اللي فاضل كده؟ اللي فاضل كده a نود سكوير بلس السميشن من n بتساوي 1 لغايه انفينيتي ل a n على روت 2 سكوير. ايه روت 2 دي؟ ما هي 2 بس انا دخلتها تحت روت 2 تحت السكوير. اشمعنى يعني؟ عشان افكرك بحاجه. مين الايه؟ الاي ان الامبليتيود او الماكسيمم فاليو بتاع الكوساين ويف، مش هي اي ان كوساين ان اوميجا نوت تي بلس فاي ان؟ يبقى ده الامبليتيود، قسمته على روت 2 يديني مين؟ الار ام اس. يبقى انا كل اللي عملته ان انا جبت الار ام اس بتاع كل انديفيدوال هارمونيك، عملت سكوير جمعت وما نسيتش الدي سي كومبوننت كمان. اوكي يبقى شكل الكلام داز ميك سنس. انا كده بعمل فيكتور سم للايه؟ للفيكتورز بتاعت الساينوسويدز دي كلها. يبقى اذا الار ام اس بتاع بيريودك ويف 4 ريبريزنتد بالفوريير سيريز، يبقى الكلام ده هو عباره عن الدي سي كومبوننت سكويرد ودي الار ام اس بتاع الانديفيدوال هارمونكس. جمع سكوير سكوير، جمع خد سكوير روت، يبقى انت جبت التوتال ار ام اس. خلينا ناخد اكزامبل مباشر جدا بحيث بس ان احنا نستوعب الفكره. لو انا قلت لك جيفن في اوف تي بتساوي كانت ريبريزنتد بالفوريير، جايب لك من الاخر 10 زائد 30 في كوساين اوميجا نوت تي بلس فاي 1 بلس 50 كوساين 2 او 2 اوميجا نوت تي بلس فاي 2 بلس 20 5 كوساين 3 اوميجا نوت تي بلس فاي 3 بلس 2 اي ارقام 4 اوميجا نوت تي بلس فاي 4. دول كده خمس ترمات بالاضافه للايه؟ اربع ترمات بالاضافه للدي سي كومبوننت. كويس، وبقول لك فايند الفي ار ام اس. هتقول لي هجيب الار ام اس بتاع كل واحده لوحدها اسكوير اجمع احط تحت السكوير روت. يبقى في ار ام اس هتساوي 10 سكوير اللي هي الدي سي كومبوننت، بعدين 30 دي الامبليتيود اقسم على روت 2 وسكوير، 50 على روت 2 وسكوير، وهكذا الباقي. بس كده الحسبه دي طلعت معايا 27.65. ماشي، بس عشان اديك انسايت لو انت عندك هتعمل ايه. خلاص يبقى انا دلوقتي اي نان ساينوسويدال ويف فورم وانس انها اتحولت لفورير بحساب الار ام اس سهل. اخد الار ام اس بتاع الانديفيدوال كومبوننتس سكوير جمع كود سكوير. طيب دي حسبة الـ RMS، حسبة الـ Average Power بقى. اوكي Power يعني V في I،
طب لو انا قلت لك ان الفي جيفن عندي بالفوريير سيريز ريبريزنتيشن والاي جيفن بالفوريير سيريز ريبريزنتيشن، يبقى هنضربهم في بعض. لما اضربهم في بعض يديني الانستنتينيوس باور. ما هي الفوريير سيريز ده تايم فانكشن، يبقى في اوف تي في اي اوف تي يديني بي اوف تي. اعمل انتجريشن للبي اوفر 1 كومبليت سايكل واقسم على التي عشان اجيب الافرج باور. اوكي، يبقى دلوقتي الافرج باور لو قلت لك given v of t تساوي v نوت بلس summation اللي بتساوي 1 لغايه infinity v n كوساين n اوميجا نوت t بلس الفا مثلا. معلش انا عارف ان الموضوع ماثيماتكس وممل، بس يعني معلش بقى ساعدني، خليك قاعد ساكت تابع معايا وتتبع الحاجات اللي انا ايه التايجوز اللي انا ممكن ايه اقع فيها. I of t هنقول ان هو I نوت بلس السميشن من n بتساوي 1 لغايه انفينيتي، لا I خليها m بقى، I m في كوساين m اوميجا نوت t بلس بيتا m. تو جينيريك ويف فورمز ماشي متوصفين بالفوريير سيريز ريبريزنتيشن. البي اوف تي تبقى هي البرودكت بتاعها. ايه البرودكت ده نايت مير في الحقيقه. تعال انا عايز اضرب اللي فوق ده في اللي تحت ده، يبقى ناخد الفي هضربها في كل، يبقى في في اي وبعدين في في السميشن، بعدين السميشن اضربه في الاي وبعدين اضربه في السميشن. اوكي يا رب ادينا الصح. يبقى اول ترم هو في نود اي نود، ثاني ترم هو في نود في السميشن من ام بواحد لغايه انفينيتي بتاع اي ام كوساين يبقى ده كده ضرب اللي فوق في اول في الايه او الفي اوت او في نود دي سي كومبوننت بتاع الفولتج في ده. اخد ده اضرب يبقى بلس اي نود في السميشن من ان بتساوي 1 لغايه انفينيتي في ان كوساين وبعدين عندي بقى الاثنين دول مضروبين في بعض ماشي. أنا مش مهتم بالانستنتينيوس باور، أنا جاي أحسب الأفريج باور. الأفريج باور الديفينيشن بتاعها أهو 1 أوفر تي من 0 لتي بي أوف تي دي تي. يعني المفروض أعمل انتجريشن للترمات دي كلها أوفر 1 كومبليت سايكل. يلا بقى نركز. أول واحدة دي سي في دي سي ده كونستنت. حلو، يبقى كده شكله هيطلع في نود اي نود في التي واقسم على التي تطير. حلو، يبقى في نود اي نود وده داز ميك سنس، ما هو في نود اي نود ده الدي سي باور صح؟ اوكي. طب الترم الثاني ده هتعمل انتجريشن لكوساين ويف، ما هو ده كونستنت خد بالك وده كونستنت، يبقى كوساين ويف يبقى اذا ده بعد الانتجريشن يطير. الحمد لله، يبقى كده الانتجرال بتاع ده كده يدي صفر. واكيد اللي تحتيه زي يتفضل لي بقى اللي تحت. انا عندي هنا اتنين سيريز مضروبين في بعض صح؟ الاصول تتضرب ازاي؟ تاني نفك تاني، ركز بس معايا عشان اوصل لكونكلوجن لطيف. المفروض اخد ايه؟ في 1 كوساين 1 اوميجا نوت تي بلس فاي 1 واضربها في السيريز دي كلها.
بعدين V2 واضربها في السيريز دي كلها. اوكي، يبقى اذا هي في الاخر هيطلع السيريز دي مضروبه في بعضها، هيطلع معايا ترمات of different frequencies مضروبه في بعض، يعني واحد يتضرب في اثنين، واحد يتضرب في ثلاثه، واحد يتضرب في اربعه لغايه ما لا نهايه، وفي ترم واحد يتضرب في واحد، وبعد كده هتاخد اثنين، فاثنين يتضرب في واحد، اثنين يتضرب في اثنين، اثنين يتضرب في ثلاثة. يبقى عندك ترمات واحد في واحد، اثنين في اثنين، ثلاثة في ثلاثة لغاية ما لا نهاية، بعدين واحد في اثنين، واحد في ثلاثة، واحد في أربعة لغاية ما لا نهاية. ماشي ليه يعني؟ اللطيف إن الانتجريشن بتاع اثنين كوساين ويفز مضروبين في بعض of different frequencies بصفر. طيب انوت بقى كده، هكتبها لنفسي. الانتجريشن من 0 ل تي بتاع كوساين ان ثيتا في كوساين ام ثيتا بيساوي صفر فور ام لا تساوي ان. كويس. طب يبقى اذا كده السيريز الطويله دي لما هتتضرب اللي هيفضل مع بعد الانتجريشن الحاجات اللي ليها نفس الفريكوانسي، اللي هي واحد من هنا مع واحد من هنا، اثنين من هنا مع اثنين من هنا، ثلاثه من هنا مع ثلاثه من هنا. اوكي اوكي، يبقى اذا يا رب سهل، يبقى البي بقى واحد على تي، الانتجريشن من 0 ل تي بتاع الراجل الاولاني يبقى في نود اي نود في التي. الانتجريشنز الثانيه صفر وصفر. الانتجريشن الثالث بقى ايه اللي هيفضل لي منه؟ الانتجريشن ده هيتفضل لي من 0 ل تي الساميشن من ان بتساوي 1 لغايه انفينيتي في ان اي ان، معلش هكملها تحتها، كوساين ان اوميجا نوت تي مضروبه بلس طبعا الفا مضروبه في كوساين ان اوميجا نوت تي بلس بيتا. طب بقيه الترمات فين؟ ما قلنا بصفر خلاص. يعني انا لما فكيت الاثنين سميشنز المضروبين في بعض اللي تفضل منهم الترمات اللي ليها نفس الفريكوانسي، عشان كده قلت ان وسميت دي ان وان. يعني عند 1 1 2 2 3 3 لو انت كنت عايز اسميها كي ما كنتش اقول حاجه، يعني تقول مثلا من كي بتساوي 1 لغايه انفينيتي في كي اي كي كوساين كي اوميجا نوت تي بلس فاي كي وات ايفر، ان برضه شغال. تقول لي طب فين في ان في في ام؟ قلت لك ان وام لو مش بيساووا بعض طارت، يبقى ناقص لي الانتجريشن ده. ماشي، وده انتجريشن تقدر تنفذه برضو، اثنين كوساين مضروبين في بعض يبقى نص كوساين الفرق زائد كوساين المجموع. ماشي، عشان احنا بس تعبنا وانتوا بترغوا كتير، فخد النتيجه النهائيه للموضوع بقى. يطلع معايا كده البي في نوت في اي نوت، طبعا التي طارد بعد الاسم، زائد السميشن من ان بواحد لغايه انفينيتي في ان اي ان على 2 كوساين الفا ان ناقص بيتا ان. قال لك كلام شكله برضه انترستنج. ليه؟ لان انا لما ببص على الترمات اللي طلعت لي ده حساب طريقه حساب الباور ايام ما كنا شغالين دي سي، وده طريقه حساب الباور لما اشتغلنا فيزورز. ما هو ده امبليتيود وده امبليتيود وده روت 2 في روت 2، يبقى ده في ار ام اس في اي ار ام اس، كوساين الانجل بتاع الفولت ناقص الانجل بتاع الكرنت. طب ما دي الفاي. اوكي، يبقى هي في اي كوساين فاي، يبقى كل هارمونيك، خلاصة الموضوع كل هارمونيك فولتج قصاد الهارمونيك كارنت بتاعهم تضرب في اي الفيز شيفت.
بي اي الفيز شيفت. طب لو الفولت ليه فريكوانسي والاي ليه اوف ديفرنت فريكوانسي يبقى الباور اللي طالعه منه بكام؟ بزيرو. وده كونسبت لطيف هينفعنا بعدين. انا دلوقتي لو عندي ساينوسويدال سورس مثلا ما فيهوش هارمونكس وكان 50 هرتز بس بصيت على الكرنت لقيت فيه هارمونكس فاندمنتال ثيرد فيفث سيفنث بلا 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 وقلت لك احسب لي الباور تقول لي المفروض اضرب الفولت في الكرنت بس الفولت عندي بيور واحده بس يبقى في كومبوننت واحده بس اللي هتعمل باور من الكرنت اللي هي زي بتاعه الفولت ومفيش تاني والباقي كل الهارمونكس مفيش عشان كده تلاقي بعض الناس يختزلوا ويقول لك الهارمونكس ما بتاخدش باور منين يعني هو هنا بيفترض ان الفولتج نفسه ما فيهوش هارمونكس الفولتج بيور فاندمنتال فقط لكن الكرنت اللي فيه هارمونكس وفي الحقيقه ده هو الموست كومن في الباور سيستمز اليوتيليتي بتبعت لي فولت بيور ساين ويف ادخلها انا على النون لينير لود الكرنت يتملي هارمونكس يبقى غالبا اللي هعمل له اناليسيز هو الكرنت طب الكرنت طلع فيه فاندمنتال في سكند ثيرد فورث عايز احسب الباور اجيب الفاندمنتال من الكرنت مع الفولتج واجيب منهم الباور طب والباقيين مفيش امال هم بيعملوا ايه هم موجودين مش في كرنت بالظبط كده هلا يبقى كده الرياكتيف باور مش بس نتيجة الفيش شيفت ما بين الفولت والكرنت ده اللي انا فاهمه لغاية النهاردة ما كنا بناخد السنة اللي فاتت في الفيزورز ورحنا حسبنا الكيو في اي ساين فاي كده انت بتفترض ان الدنيا كرنت فاندمنتال فقط طب امال الهارمونكس لا الهارمونكس بتعمل هي كمان رياكتيف باور يبقى اذا وجود الهارمونكس يخلي الباور فاكتور عالي ولا يقل؟ تقول لي طب يعني ده انا لود ريزيستيف مثلا يعني انا حطيت ريكتفاير بعدين ريزيستيف لود ابص الاقي الباور فاكتور 0.7 جه منين؟ ما هو الكرنت ما بقاش لينير الكلام بقى نون لينير بقى مليان هارمونكس بقى في رياكتيف باور نتيجه وجود الهارمونكس مش عشان الفيش شيفت ماشي الناس اللي بره دي ايه؟ انت كنت طالبين مننا نخلص ربع ساعة بدري صح؟ طيب كفاية علينا كده. بكرة ان شاء الله نخلص.